مشاهدينا اهلا وسهلا بيكم، احمد مجاهد اي سي سي ترينر. النهارده هنتكلم على الاو بي تي مودلز. الاو بي تي مودلز هو نظام تدريج الحمل لاي لاعب اول مره يجي. يعني باختصار، لو انت اول مره تروح جيم وما تعرفش حاجه عنه، او انت مدرب اول مره تشتغل وجاي لك كلاينت، لازم تمشي تبكون لنموذج او بي تي مودلز. او بي تي مودلز عباره عن 5 مراحل لازم يمر العميل عليهم على اساس انه يكون مؤهل بعد كده للتمرين بشكل سيفتي. بعد ما بتخلص المرحلة الثانية بتاخدنا الى المرحلة الثالثة، الا وهي ايه؟ الهايبرتروفي. المرحلة دي انا ببتدي ابتدي اضخم العضلات بتاعتي. العضلات مرت باول مرحلتين تمام، اتعودت على التمرين، وبعدين بدأ يبقى ليها حد ادنى من القوة. تعالوا بقى نعمل هايبرتروفي. في الحالة دي انت بتلعب هنا 8 عدات، وممكن كمان تبتدي تقلل الراحات البينية البسيطة ما بين التمارين، وبتكون مثلا تدخل بقى البنش بريس عادي مثلا بالبار، وبتكون انت سبورت معاه بعد ما يكون اوريدي خلاص مر باول مرحلتين وبدات الدنيا تبقى معاه كويسه، تبتدي تكمل معاه في المرحله الثالثه.